عريض اوف طلب توفى تفضل بقى معايا تفضل بس معايا اهلا يا شيخ ناصر بدور على سعادتك بقالنا 3 ايام اهلا وسهلا ازيك يا صاحبي ازيك يا سيد ازيك يا صاحبي مش لسه يا عم خير اتفضل 5 دقايق اتفضل يا استاذ كل سنه وانتم طيبين صحة وسلامة انت بتضحك على ايه كده طب بقولك ما تقعد عشان نبقى 3 عشان عايز اسالك برضو شويه نبات كرسي لله وقعد حاجه ساعه لا اله الا الله ايه يا استاذ سيد اتفضل يا استاذ احمد حاضر دقيقه بس يا واد عرفت كنتوا الاثنين معقول ربنا يقويكم شكلكم باين يعني لو كل البرامج متهيألي مفكوكه بالشكل ده والله العظيم بتجيب نتيجه لان احنا قرفنا قوي من البرامج اللي يقعد فيها الضيف يقول لك ايه ان المعايشه الكامله التي تنبثق من خلال البؤره الفنيه من خلال الخط البياني التي دي ناس والله العظيم احنا تعبنا البرامج دي مفكوكه عارف انت يعني حاجه حلوه بص كل سنه وانتم طيبين حضرتك طيب شوفكم على خير ويكفيك شر الحكومه